اوكي من خلال نظر الى الجدول. القيمه ايش قد انا كانت عندي؟ انا كانت عندي 1 اوكي، هاي درجه الحريه. بالنسبه لمن؟ بالنسبه لل99. بالنسبه لمن؟ بالنسبه لل99 اوكي. ايضا راح نمد الخط ان الواحد، وايضا المفروض راح يلتقي ويا ال99، فراح نشوفهم راح يلتقون وين طالبتي الاعزاء؟ راح يلتقون بهاي القيمه اللي هي 6 عدد صحيح و63 اوكي. فبالتالي اذا القيمة التي أستخرجها أني من الجدول هي عبارة عن 6 عدد صحيح و63. راح نحاول أيضا نسوي مقارنة ويا من؟ أيضا الكاي سكوير ويا من هالمرة؟ هالمرة حتصير ويا الحرجة بس بيا قيمة، قيمة ال99. بهاي الحالة أنا عندي الأربعة ونص هي أصغر من 100 من 6 عدد صحيح و63. اذا هنا الحكي تغير، هنا صار اذا accept the hypothesis اوكي، لان صارت القيمه الجدوليه المستخرجه اكبر من القيمه المستخرجه من خلال observed وال expected. فبالتالي اذا انا قبلت النظرية واشتغلت على أساس أنه ما عندي بها مشكلة. أوكي طلبة الأعزاء، سرح نأخذ مثال الثاني. أيضا لازم ننتبه على الشرح البي والترتيبات اللي على أساسها تنشرح. خلينا نشوف المثال الثاني. هذا هو المثال الثاني. حسب المثال in 120 throws of a die the following data were observed. اوكي من خلال رميات 120 رمية من رميات الموت عندي قصدوا بها النرد هنا، ايضا نفس الحالة وجدت عندنا هاي الـ observed data. منطيكم هو هنا يقول لك الايفنتس من 1 إلى 6 والأبزرفت فريكونسي هو منطيك 25 17 15 إلى آخره. من كلمة فيرنس مباشرة عرفت إنه هذا ثيسس. أوكي طلاب من خلال كلمة فيرنس العدالة هسه من هذا يقول لك تيست تيست أوكي جد العدالة لهاي الرميات عند مستوى الثقة 0.5 فراسا عرفت إذا هذا هو الهايبوثيسس. خلاص أقدر أطبق بشكل طبيعي وما عندي مشكل ونستخرج النتائج. فمن أجي أوكي أريد هم نفس الحالة نحل هذا المثال، نكتب المعلومات الموجودة أمامنا. طبعا أنا حسويها أي وبي لأن حضيف مطلب من عندي بعد شوية. إذا كانت 120 مثل ما قلنا هي عبارة عن 120 رمية اوكي، هاي بالنسبة للرميات. اذا هاي شو حتمثل لي طلابي الاعزاء؟ راح تمثل لي الان الاحداث. انا شلون عرفت الاحداث؟ حسبتها فعندي اذا هي 6 احداث. التيست اللي دي يريده بالنسبة لدرجات الثقة، درجات الثقة ايش راح يصير؟ حسب المطلب اللي هو 0.05. راح نبدي نشتغل على اساس هذا الحكي. هم نفس الحاله انا المفروض انا عندي حسوي 4 اعمده. العمود الاول اللي هو الاحداث رقم 1، ما راح نرقمها مباشره نكتبها، اللي هو الاي كابيتال. ايش كم حدث عندي؟ 6. شلون عرفت اني عندي 6؟ 1 2 3 4 5 6. فبالتالي اجي اشتغل هنا 1 2 3 4 5 6.
القيم الأوبزرت أيضا هو منطيها إلي، هو قايل لي ترى هاي هي عبارة عن القيم الأوبزرت، فنجي مباشرة نخليها هنا. إذن هي عبارة عن الأو فراح تصير بالنسبة للقيمة الأولى 25 17 15 23 24 16. الخطوة المهمة لازم ورا ما أكمل أجمعها يطلع لي 120، أوكي، حسب طبعا أكيد عدد الرميات. نرجع حس أنا المفروض أحتاج الـ E الـ Expected الـ Expected، أوكي. بالنسبة للـ Expected اللي هي الـ E شلون أجي أستخرجها، اللي هي الـ يعني اللي إحنا الحقيقية المتوقعة مالتنا. إحنا إيش قلنا؟ بما إنه أكو فشي اسمه هنا عدالة بالتوزيع فيرنس، إذا إيش راح أقول؟ بمعنى إنه الايفنتس الاول هو يعني بالاحرى الاكسبكتد اسف الاول هو نفسه، اذا الثاني اذا هو نفسه الثالث اذا هو نفسه الى ان نوصل للسادس. زين، هي ايش قد المجموع؟ بمعنى اخر بس لحظه، احنا ايش قلنا بمعنى اخر؟ انه مجموع الاو الاوبزرفت هو نفسه مجموع الاي هو نفسه مجموع الايش الان اللي هو مجموع ايش قد حسب هذا المثال 120. فاذا ايش راح اسوي؟ حصير اذا هنا 120 على 6 بمعنى انه هي 20 لكل اكسبكتد، هي 20 قيمه هنا صارت ثابته، لان انا شنو عندي؟ عندي الفيرنس العداله. فبالتالي راح تتوزع بيناتهم ايضا 20 20 20 ايضا 20 20 20. هذا حاصل جمعهم للاي ايضا حيكون 120. هسه المفروض اجي استخرج كاي سكوير، اجي استخرج الكاي سكوير، نخلي الرمز افضل الكاي سكوير. طبعا نقدر نستخرج قيمه ونخليها بمكانها ومن ثم نجمعها، او الطريقه الثانيه اللي يعني سويتها لكم حتى تعرفون هي اكو اكثر من طريقه، اللي هي اكتب بقانون يعني مثل السلسله. فاذا هنا ايش راح يصير؟ انا عندي هسه من اجي اريد اكتبه حيكون 25 ناقصا ال 20 كله تربيع على 20 زائدا هنا ايش راح تصير؟ 17 ناقصا 20 تربيع على 20. يعني القيم وحده وحده طلابي تشوفون هسه هنا، بس 25 ناقصا 20 تقسيم 20، 17 ناقصا 20 طبعا كله تربيع تقسيم 20، وهكذا نكمل زائدا. اوكي، نجي هنا 15 ناقصا 20 كله تربيع على 20 زائدا 23 ناقصا 20 كله تربيع على 20 زائدا 24 ناقصا 20 على 20 كله تربيع على 20 زائدا القيمة الأخيرة 16 ناقصا 20 كله تربيع على 20. هذا ولما نقسم ونضرب إلى آخره راح تكون قيمة الكاي سكوير هي عبارة عن 5. فبالتالي هنا نجي مجموع كاي سكوير يساوي لي 5. أوكي، هسه شو راح نشتغل؟ على أساس قيمة الثقة اللي هو انطاها إلي السيجنيفيك، بما انه هي ايش قد قيمتها هنا؟ هو الليفل مالتها حسب السؤال، الليفل ايش قد كان؟ كان عباره عن 0.05، بمعنى اخر حيصير عندي 0.05 يساوي 1 ناقصا ايش؟ البي. بعدين ايش راح يصير؟ اذا البي يساوي لنا 1 ناقصا 0.05، اذا البي يساوي لنا 95
بالمئة، وهاي الأقدر مباشرة بعد أقولها، ما أحتاج أسوي هذا كلها، لأن أنا قلت لكم الـ 0.05 شنو معناته؟ الـ 95%، الـ 0.01 إذا شنو معناته؟ الـ 99%. هذا حتى شنو هذا؟ حتى شو أقدر أستخرج؟ The critical value. أوكي؟ فنجي بما أنه هو درجة الثقة variance، إذا درجات الحرية هي عبارة عن كي ناقصا واحد. إيش كم الكي؟ إيش قد عددها عندي؟ 6 ناقصا واحد، إذا فهي إيش قد درجات الحرية؟ أنا عندي 5 درجات. شو حسوي هسه أنا؟ حروح at عندما تكون درجات الحرية 5 بدرجة الثقة اللي هي 95 from table. روح للتيبل، هذا هو التيبل. أنا بالنسبة إلي إيش قد درجة الحرية اللي استخرجتها؟ استخرجتها 5. أوكي، المستوى المعنوية أو الثقة اللي أنا دا أشتغل هسا حسب هذا المثال هو شقد 0.95. هم نفس الحالة راح أحاول إنه أسقط ما بيناتهم بحيث يلتقون. مديت خط، أيضا مديت خط، إذا إيش راح يكون؟ 11 و1. نرجع، فإذا هنا شقد القيمة اللي أنا استخرجتها؟ هو 11 عدد صحيح و1. ايضا راح اسوي عملية مقارنة اللي ما بين الكاي سكوير ويا من طبعا ياهو من عندهم المحتسبة ويا من حقارنها ويا الجدولية. أنا بالنسبة إلي شقد استخرجت قيمتها؟ هي حتكون أصغر من 95. ليش؟ لأن أنا هاي كانت 5 عدد صحيح، بالنسبة هنا كانت 11 عدد صحيح و1. إذا على هذا الحكي إذا راح نقبل accept إيش؟ The hypothesis. راح نقبل النظرية الجدولية أكبر من المستخرجة، فبالتالي ما عندنا مشكلة بهاي الداتا. بس طلاب خلي بس نوضح شغلة. إذا بالسؤال جاك المطلب التالي، يعني هسه أنا ضفت لك مطلب، هذا شنو المطلب؟ If you ask about is the data too good or test the data. حيجيك السؤال هكذا، بمعنى مدى قرب هاي الداتا من الواقع أو الخيال. وكلما كانت قيمة طبعا كاي هنا قريبة من الصفر كانت الداتا إذن أقرب إيش للواقع النظري. انتبه على حكايتي، كلما كانت القيم كانت قيمة الكاي قريبة من الصفر كانت الداتا أقرب إيش للواقع النظري. زين، من يجيني هيك السؤال شلون أحله؟ أرجع على الأصل بالسؤال إيش قد انطاني ليش هو القيمة بهذا المثال؟ كانت المعنوية على إيش قد؟ على 0.05. فبالتالي من أجي أشتغل حتى أريد إيش أعرف is the data too good or test the data.
ارجع على نفس هذا الاصل اللي هو يعني معناته حاشتغلها على الخمسة، ما راح اشتغلها على 95، ما راح اشتغلها على 95، راح اشتغلها على هاي الخمسة، وعلى اساسها راح اقارن واشوف. اذا حنيجي نحل here we راح نقارن pair with يعني اسف الx يعني الكاتربية with الدرجة الحرج للكاي، بس هالمرة ايش بعش قد 0.05 مو 95، لا ارجع على الاصل المنطي الي وين بالسؤال، فاروح from the table اجيب او استخرج 0.05 واروح للتيبل، هذا هو التيبل. اوكي همين اوكي نوخر هاي. بالنسبة لي طلبتي الاعزاء اني شنو اللي عندي؟ اني اللي عندي ايضا هي خمسة صح لو لا؟ اوكي بس المعنوية اللي موجودة اني عندي يا ترى هي ايش قد؟ هذا هي المعنوية اللي اني هسه احتاجها هنا. ايضا راح نحاول نسقط، فنجي المدخط ها هنا ونسقط حتى بحيث يلتقون الخطين، التقوا الخطين بهذا الرقم اللي هو 1 عدد صحيح و15. راح نرجع اوكي راح نرجع هنا نثبت هاي القيمه اللي انا استخرجتها 1 عدد صحيح 15 اوكي، ويا من حقارنها راح نقارنها ويا اللي انا استخرجتها قبل شويه. طبعا اكيد اللي مستخرجه اكبر من الجدوليه بقيمه 0.05، فخمسة أكبر من 1 عدد صحيح وواحد 5. إذا هذا من أجي أحكي شرح أكتب عليه الداتا is too good we can't depend on it أو on data. أوكي مباشرة إذا أنا أقدر أعتمد على هاي الداتا، بس بفرض بفرض إذا كانت أصغر من المستخرج من الجدول، بهاي الحالة شو راح يصير؟ we cannot okay depend on إيش on data. بمعنى آخر the fit is too good. من تجي تريد ترسم هذا الحكي اللي هسه سويناه شو راح تسوي؟ اوكي وصل ما بيناتهم. ايضا نرسم القيمه هنا. ان اجي بالنسبه هنا باعوا هنا اختلف الحكي، هنا هذا صار باعوا حتى الرسم باعوا الرسم شلون صار، فهنا صارت القيمه كانه هكذا، هنا صارت العباره عن 5% وهنا صارت 95%. هذا ليش؟ يعني هو 1 ناقص ب، معناتها المشكل او الخطا وين؟ هنا هذا هو المشكل او الخطا، في حين صار الصح هو ايش؟ بهاي المنطقه الصغيره. من اجي اريد ارسم يعني بين قوسين الرسم كله انقلب، بمعنى راح نحول منطقه القبول من 95 الى 5% وراح نحسب قيمه الكاي سكوير المل 5% وراح نقارنها ويا نتيجه الكاي سكوير المحتسبه. أما إذا حدث العكس اللي هو إنه الكاي سكوير مثل ما قلنا قبل شوية كانت أصغر من الكاي سكوير المحتسبة للقيمة الحرجة من خلال الجدول 0.05 أي قريبة من الصفر، أي أن الداتا العملية قريبة للداتا النظري وعلي لا يمكن الاعتماد عليها، وذلك لأن ثم مقارنة الداتا مع واقع الخيال ليس حقيقي. أوكي؟ ليس حقيقي ومثل ما بينا لكم هنا
راح نجي على المثال الأخير واللي بصراحة جدا مهم لأن بي ربط ويا الفصل السابق. حسب هذا المثال, a survey of 320 families with their children revealed the distribution below. Is the result consist with the hypothesis that the male and female each birthday are equally probably. زين, إذا أنا هو عبارة من دراسة استقصائية ل 320 عائلة. هاي العوائل هي عندها 5 أطفال. أوكي, 5 أطفال أظهرت هاي النتائج أو هذا التوزيع, فالنتيجة معينة ثابتة تقريبا من خلال التوزيع علما للنظرية. شنو اللي جو؟ اللي جو أوكي إنه كل عائلة من هاي العوائل توزع بيناتهم البنات والأطفال في نسبة معينة. بقى هو انتبه هو جدي يقول لي هنا أوكي إنه equally, بس أكو شغلة من أجي أباوع على هذا المثال. إيش يقول لي التوزيع؟ شوف شلون قاسم, انتبه على الجدول طلاب, انتبهوا على هذا بالبداية شلون يتقسم. Number of boys and girls, إذا كانت العائلة عندها 5 أولاد فما عندهم ولا بنية, كان عدد العوائل 18 عائلة عندهم هكذا حالة. إذا كانت العائلة عندها 4 أولاد بمع بنية واحدة كانوا 56 عائلة. إذا كانت 3 أولاد مع بنتين هي 110 عائلة وهكذا. يعني إذا هو كأنه أنا من بديته بقى هاي الفرضية اللي سأحكيها, بما أنه هو بدأ بالأولاد إذا الأولاد هم الأصل في عملية الفرضية. من فرضته هنا فرضية معينة من الأصل بها الأولاد. ليش؟ لكونه باعوا أول تقسيم إلى بدا إنه الأولاد هم الأكثر, فبالتالي من أجي أقسم وأشتغل كأنه هم النجاح. يعني أنا آسف هو مو فشل أكيد البنات تاج على الرأس, بس القصد إنه العملية إنه أوكي الولد إذا البنات هم صاروا الكيو يعني البي باع انتبهوا صار إذا بي وكيو. انتبهت شلون حللتها؟ إذا هنا صار كأنه نجاح وفشل بهذا السؤال. هنا من طاني مباشرة أبزرف هذا الطلاب هذا النتائج اللي هنا. هاي أنا ما أعطيها لكم بالسؤال اللي هي الأبزرف اللي أنا حتوصل لها. افتهمتوا طلاب؟ أنا هاي بس هاي نوت لكم. فهاي كأنه ماكو, كأنه إيش ماكو. السؤال حيجيكم مثل ما هسه فقط هذا الجدول أمامك. حعيد الشرح شلون. أنا جدا أقول انطيني جدول بعبارة عن خانتين, الخانة الأولى number of boys and girls والخانة الثانية اللي هو number of families. إيش ده يقولي بالأولى واللي على أساسه بداية النظرية مالتي 5 boys 0 girls. بمعنى آخر كأنه ده يقول 100% نجاح فشل, وهم نرجع ونعتذر هم مو فشل هم أساس. لكن احنا فقط نحلل 4 إلى 1, 3 إلى 2, فإذا النظرية البي هو حيكون بالنسبة للأولاد. فلهذا حشتغل أنا على أساس الأولاد وليس على أساس البنات. بالنسبة للعوائل إذا أوكي أنا هسه من أجي أريد أحل, من أجي أريد أحل نرجع هنا. أنا حتى أبدي أحل مفروض أنا عندي 4 أعمدة المفروض أشتغلها. خليني أشتغلها شوية بعيد. هاي الأعمدة المفروض اللي أنا راح أشتغلها هي مثل ما تعلمناها, هي عبارة عن الإيل كابيتال. أوكي, اللي هي مثل ما قلنا تمثل إن الأحداث. بس هنا شو حتمثل لي؟ هي number of boys. أوكي زين, شلون حبديها؟ لأن أنا بديت عندي 5 4 3 2 1 0 ما عندهم أولاد يعني كولد. نجي وراها شيء الشيء الثاني اللي هو الأو. الأو اللي يمثل لي الأوبزر اللي هو هنا أنا شرح يمثل لي number of families. زين راح ناخذها من الجدول
حسب كل واحد وأمامه. هنا 18 عائلة، هنا كانت 56 عائلة، كانت هنا 110، كانت هنا 88، بس العفو ثواني. أوكي، وعندي 40، وهنا عندي 8. أكيد لازم شي يكون حاصل جمع الـ observed هو 320. زين، أنا هسه المفروض إيش أستخدم؟ يعني أنا أستخرج المفروض الـ E. الـ E اللي هي شو حتتمثل؟ الـ expected. زين، أنا هنا مو مثل قبل شوية، أنا هنا ما أقدر أقول، لأن الفرضية تختلف، ما أقدر أقول هم صحيح، هم الولد والبنات هم نص بنص، فبالتالي إذن هو fair. لا لا، ليش؟ لأن شوف الـ observed الموجود أنا عندي، يعني مو هم، يعني خلينا نسميها هم مو فقط ظهر لي هالقد، يعني هم نص مثل العملة أشمرهم، فبالتالي إذن هو head و tail، ماكو هيجي. والشغلة الثانية هو ايش يمثل لي؟ بقى انتبهوا، نرجع على السؤال هنا، كأنه هو يمثل لي شغلة باينوميال اللي هي 5-0-4-1 نجاح فشل، فبالتالي إذا حتى أقدر أستخرج الـ expected لازم أحل واستخرج قيم من خلالها، أستخرج قيمة الـ expected. وبما أنه هنا نوع من أنواع الباينوميال مال الاحتمالات، فراح أطبق قانون الاحتمالات على أساس الحل اللي راح أشتغله، فبالتالي لازم أرجع لفوق حتى أجي أشتغل السؤال واستخرج الاكسبكتد. شلون أجي أستخرجها؟ راح نفرض الفرضية اللي هي موجودة وأكيد اللي هي التست المن للفرضية إنه عندنا الـ P ساوينا الـ Q اللي هي عبارة عن إيش؟ نصف. هاي ثابتة، بس مو هذا اللي حيمثل لي عدد العوائل وأقدر الـ expected. هذا مو expected هنا. أوكي، عدد الأطفال بشكل عام هو شقد؟ هو 5. بقى انتبهوا، إذا مشيت أني على منو؟ على عدد الأطفال مو على عدد العوائل، لأن أني على منو دا أشتغل؟ 5 ولد 0 بنية، 4 ولد 1 لمجموعة عوائل، فهمتوا الآن اللي حشتغلها من إيه؟ فهاي 5. أوكي، نيجي هسه نطبق القانون. بالنسبة للقانون الـ probability المن للإكس، أفتح قوس نتذكر القانون المفكوك بالنسبة للإن XI N ناقصا X كله كما، طبعا آسف، X مفكوك وN ناقصا X كله كمفكوك مضروبة في P للX والQ N ناقصا X. نجي نطبق حالة حالة. بالنسبة للحالة الأولى عندما يكون هناك 5 أولاد، أوكي، 5 أولاد، فنجي فشاح يصير 5 مفكوك، أيضا 5 كمفكوك، 5 ناقصا 5، هنا شرح يصير عبارة عن نصف للأس 5، وهنا حصير نصف للأس أيضا 5 ناقصا 5، فشرح يساوي لنا 1/32. هذا شرح أسوي به الرقم، هذا الرقم أستخرج من عنده الـ E، بمعنى حصير إذن الإي الأولى إيش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي 1/32 مضروبا في 320 عائلة. هنا استخرج العوائل، استخدم العدد مال العوائل، حيطلع لي 10. هاي العشرة طلاب الأعزاء وين أوديها؟ هاي العشرة راح أجيبها وين؟ هنا. بس خلينا نقرب هاي شوية، هنا هاي الـ E، هنا شو راح أخلي طلاب؟ بس حتى هم تفهم التدريسي إنه أنت حليت هاي الخطوة، كأنه هنا حسوي أنا frequency للـ X. هاي الـ frequency للـ X هي شو تمثل طلاب الأعزاء؟ أنت شقد طلعت للقيمة هنا؟
واحد إلى 32. فتقول لي بالنسبة للحالة الأولى كانت واحد إلى 32، إيش قد تقابلها بالنسبة للإي تقابلها 10. أوكي طلاب الأعزاء، نرجع نكمل الباقي. هسا نروح وين؟ إذا كانت 4، أوكي إذا كانت 4 أيضا حصير كم مفكوك الخمسة؟ مفكوك الأربعة، 5 ناقصا 4 كله كم مفكوك، وهنا أيضا حصير نصف للأربعة ونصف للخمسة ناقصا 4. إيش راح ينطيني الناتج؟ حينطيني 5 إلى 32. هاي القيمة أيضا حتى استخرج من عندها الإي الثانية، إيش راح يصير؟ حيكون عبارة عن 5 على 32 مضروبة في 320. 320 ايش راح يساوي لنا؟ 50. هم نفس الحالة راح ارجع هنا تصير 5 الى 32، وهنا نجد القيمة 50. طبعا وهذا الشيء لباقي، هذا الشيء راح نطبقه كله لباقي القيم، فراح تصير هنا 10 الى 32 يقابلها 100، هنا حتصير 10 أيضا إلى 32 وأيضا راح تكون 100، ومن ثم 5 على 32 50، وواحد إلى 32 اللي هي 10. حاصل مجموع هاي اللي هو الـ E expected حيساوي لنا 320 عائلة. هسا بعد طلاب الأعزاء ورا ما استخرجت الـ E، ايش راح استخرج؟ راح لازم استخرج الـ كاي سكوير. شو نجي نستخرج الكاي سكوير؟ هم نفس الحالة بالنسبة للقيم كالتالي، حصير 18 ناقص 10 تربيع على ايش؟ على 10، راح تنطيني القيمة الأولى اللي هي 6 على الصحيح، 6 على الصحيح و4. هسا نروح وين؟ اللي بعدها اللي هي 56 ناقصا ايش قد طلابي؟ 50 كل تربيع على 50 راح ينطيني الناتج 0.72، وهكذا للبقية. فراح تصير 1 عدد صحيح 4 4 2 0.4. حاول هسه نجمعها كاي سكوير حينطيني الناتج اللي هو 11 عدد صحيح و 96. هنا طلاب الاعزاء يعني هو اوكي انت تقدر تقربه بحيث يصير ايش قد 12، هاي ال 12 فقط لأغراض يعني المقارنة لا أكثر ولا أقل، وأنت تقدر تبقي على 96 يعني أنت من حد قارن يعني حيكون بس هو الأغراض فقط المقارنة يعني بقت يمك، بس هو يفضل أنه تقرب. ولما كملنا إذا لازم نشتغل على أساس الثقة، فترات الثقة اللي هو منطيها. فإذا هو قايل لي أوكي فترة الثقة الموجودة بالنسبة إنه كانت شقد قيمتها؟ كانت شقد؟ 5%. المن راح نستخرجها معناتها للخمسة وتسعين، صح لو لا؟ فشرح نقول أوكي إذا degree of freedom هي عبارة عن كي ناقص واحد، بمعنى آخر 6 ناقص واحد. منين جبنا هاي الستة طلاب الأعزاء؟ من نجي هسه 1 2 3 4 5 6، أوكي؟ فستة ناقصا واحد، فبالتالي إذا هنا 5 هاي شتمثل لي degree of freedom.
أوكي هم نفس الحالة نرجع للتيبل وهاي قبل شوية إحنا استخرجناها عندما تكون 5 و95 هي كانت 11 و1 بس أوكي ماكو مشكلة نتذكرها هي تبعه 5 إذا كانت أوكي 5 إيش قد إحنا سنريده درجة 95 هذا فمن نجي نسقط فراح تكون القيمة 11 و1 نجي هسه هنا أنا نكتبها ونسجلها إذن عندما تكون درجات الحرية 5 95 from table راح يطلع لنا 11 عدد صحيح و1 راح نقارنها ويا من ويا المحتسبة اني المحسوبة عندي 12 اوكي او حتى لو 11 و96 فهي اكبر من 11 عدد صحيح و1 اذا على هذا الحكي اذا نرفض النظرية نرفض النظرية بمعنى آخر إنه هنا العوائل اللي يعني اللي عندها ولد وبنات are not equally ما متساويات يشبيهم ما متساويات يعني سمن نجي و إيش هنا نكلك ذات ميل اللي توصلنا له إنه الميل and female يشبيهم paired are not equally على اساس يعني الولادات الموجوده عندهم زين طلاب الاعزاء المحاضره هذا اليوم يعني ان شاء الله خلصت اتمنى تقروها زين وأتمنى تقرون الفصل الخامس جيد خاصة تكون امتحان الأسبوع الجاي بي أوكي الأسبوع الجاي أكو امتحان ما ننسى يوم 1/7 أكو امتحان وفهم الموضوع إذا عندكم أي أسئلة كتبوا لي أتمنى على العام وليس على الخاص مع كل الشكر لكم.